فلا نادي الزمالك عرض علينا حاجه ولا اي مخلوق عرض علينا حاجه ولا احنا فاتحين المجال للباب ده نهائي. بعد ايام قليله من احاله لاعب نادي الزمالك احمد فتوح لمحكمه الجنايات بتهمه القتل الخطا، وافقت اسره الضحيه على التصالح لكن بشروط محدده. والايام اللي فاتت القضيه كان فيها تطورات كتيره بعد التحفظ على لاعب الزمالك وصدور حكم بالحبس على ذمه التحقيق وسط محاولات لحل الازمه بشكل ودي بينه وبين اسره المتوفي، وكان بيقودها مرتضى منصور اللي كتب على صفحته على الفيسبوك واكد ان كل ما نشر عن أسرة المرحوم السيد الشبكي تقاضت مبلغ 15 مليون جنيه فدية، وهو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة. كفاية إطلاق شائعات بتسيء لعائلة المتوفي وتسيء أيضا للموقف القانوني لفتوح. وقال كمان إن أسرة الضحية اشترطت التصالح والتسامح أن يتقدم أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك بالاعتذار لأنه أساء للمرحوم واتهمه بالرعونة، إلى جانب تجاهل تقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم من قبل نادي الزمالك واللي نشرت نعي متأخر جدا. وكان وفد من لاعبي الزمالك وبعض الإداريين راحوا الإسكندرية لتقديم واجب العزاء لأسرة الضحية. النهاردة هتبتدي محاكمة أحمد فتوح، وكانت النيابة العامة أحالت فتوح إلى المحكمة الجنايات تمهيدا لمحاكمته فيما نسب إليه من إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وتسببه في قتل السيد أحمد السيد فأثناء قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر. يا ترى تطورات القضية هتوصل لفين؟ وهل محاولات التصالح ودفع الدية هتنجح؟